الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف خبراء اقتصاديون أن ضريبة برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك ستكون بنسبة 15% في العراق، وأكد الخبراء أن الحكومة هي من ستفرض الضريبة بسبب الأزمة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط. هذا وأعلنت الهيئة العامة للنفط مؤخرا عن توجه حكومي لاستحصال الضرائب من 85 جهة جديدة، بينها شركات التاكسي وإعلانات مواقع التواصل والمشاهير والفنادق والمطاعم. كشفت وزارة النفط أن حجم الاستهلاك اليومي لوقود السيارات يبلغ 32 مليون لتر من البنزين في عموم البلاد باستثناء كردستان العراق. وقال مدير عام شركة التوزيع المنتجات النفطية حسين طالب إن استهلاك العراق من البنزين يبلغ 32 مليون لتر يوميا، وأن مصافي كربلاء أسهمت بتقليل عملية استيراد البنزين بنسبة الثلثين، نافيا وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين في الوقت الحاضر. أعلنت وزارة المالية توقيع اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتطوير قطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية من البلاد. ويمتلك العراق واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، إلا أنه يتقدم ببطء نحو استخراجها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران، فيما لا يزال يعتمد على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسيا يوميا عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق. أعلن البنك المركزي في العراق تراجع الصادرات العراقية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.7%، وقال البنك إن الصادرات السلعية للعراق تراجعت بنسبة 15.7% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 23 ملياراً و474 مليون دولار مقابل 27 ملياراً و847 مليون دولار للربع الرابع من العام الماضي. وأضاف أن صادرات النفط العراقي شكلت نسبة 96.7% من إجمالي الصادرات السلعية للربع الأول من العام الحالي، مسجلة تراجعاً بنسبة 16.4% عن الربع الأخير من العام السابق. أعلنت غرفة التجارة الأردنية أن العراق حل بالمرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 8 أشهر من العام الحالي 2024. وقالت الغرفة إن العراق جاء أولاً كأكثر الدول العربية استيراداً من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 8 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت 463 مليون دينار أردني. يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيراً له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد. قبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.